بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي نتكلم فيه عن واحدة من شركات التداول المرموقة على مستوى العالم، وهي شركة أكيو إندكس. ما هو تقييم هذه الشركة وتجربة من تداولوا فيها، وما هي الخدمات التي تميزها، وما هي يعني درجة موثوقيتها وتراخيصها؟ طبعا شركة أكيو إندكس شركة أوروبية في الأساس وعالمية، ولها فرع رئيسي في مدينة دبي. تقدم الشركة خدمات الوساطة المالية في كافة التداولات في كافة الأسواق المالية العالمية بحسابات منافسة وتبريد منافس. والشركة بالنسبة للتقييم، تقييمها ممتاز على أكبر موقع تقييم في العالم، وهو موقع تراستبايلت. سأضع في أسفل هذا الفيديو طبعا رابط تقييم شركة أكيو إندكس على موقع تراست بايلوت، ويمكن أن تشاهدوه بأنفسكم. هذا التقييم رائع جدا، ومعظم الذين تداولوا أبدوا إعجاب شديد في رغبات في إعجاب شديد في تقييمات الشركة بشكل مباشر. طبعا يميز هذه الشركة، ما عدا أن تقييماتها رائعة، أن عمليات السحب والإيداع فيها تتم بطرق عديدة، كما أنها تقدم تحليلات واقتراحات للبيع والشراء للعملاء، وتقدم أيضا دورات مجانية للمبتدئين الذين يسجلون حساب في الشركة. كذلك الشركة توفر تبريد منافس وحسابات إسلامية رائعة ومنخفضة التبريد. الشركة تحمل طبعا من الترخيص الرئيسي الأوروبي ميفيد، وتخضع لقوانين طبعا ترخيص ميفيد الأوروبي في أي إشكالية، طبعا إضافة إلى تراخيصها الأخرى، ولها مقرات عديدة حول العالم، منها ترخيص سايسك طبعا، وكما ذكرنا ترخيص الاتحاد الأوروبي ميفيد. والشركة تقدم خدمات متكاملة وشاملة في مجال التداول عبر الإنترنت، كذلك منصات متنوعة وسهلة الاستخدام وتعامل رائع، ولها مكتب رئيسي في دبي، وأي شخص يمكن أن يزور المكتب يعني ويحصل على تدريب ودورات أصلا هناك، إضافة طبعا إلى أنه أي شخص يحتاج إلى دورات أو تعليم يمكن أن يحصل على ذلك عن طريق الموظفين عبر الهاتف وعبر قنوات التواصل الأخرى. شركة أكيو إندكس شركة موثوقة 100%، السحب والإيداع سهل وسريع، ما في أي إشكاليات، تبريد منخفض، هناك حسابات إسلامية وتجريبية ومصغرة، إضافة إلى اقتراحات وتوصيات، وأيضا إضافة إلى تعليم وتدريب ودورات مجانية. رابط التسجيل المباشر بدون أي وساطات أو عمولات في شركة أكيو إندكس موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. اضغط على الرابط سجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال التسجيل والتفعيل. هذا ما لدينا أيها الأحبة الكرام، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.